ما هي الطاقة النووية؟ منذ أن استخدم الجيش الأمريكي القنابل النووية ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية، بدأت دول العالم بالاهتمام بهذا النوع الجديد من الطاقة وكيفية استخدامها بطرق مسالمة للبشرية. فبدأت المفاعلات النووية بالانتشار، والتي تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الانشطار النووي. ولكي تفهم ما هو الانشطار النووي، يجب أن تعرف أن كل شيء من حولك مكون من ذرات، وتحوي كل ذرة على كتلة تدعى بالنواة. فخلال عملية الانشطار النووي تقسم نواة الذرة إلى قسمين، مما يولد كمية هائلة من الطاقة، والتي تخزن في أغلب الأحيان على شكل طاقة كهربائية، ومنها ما يستخدم في المجال الطبي لعلاج السرطان. على الرغم من أن الطاقة النووية أقل ضرراً على البيئة من النفط، إلى أن المخلفات النووية تعد خطيرة على صحة الإنسان. ففي حال تعرض المفاعل النووي لحادث ما، تنبعث المخلفات النووية وتستقر في المناطق المحيطة لمئات السنين. وهذا ما حصل في مدينة فوكوشيما اليابانية عام 2011، حيث تسبب التسونامي الذي ضرب المدينة بكارثة نووية أدت لإخلائها من السكان حتى يومنا هذا. تعد الطاقة النووية من الطاقات الغير متجددة، حيث تعتمد بشكل أساسي على مادة اليورانيوم، وهي مادة نادرة الانتشار. في الأول من أغسطس لعام 2020، أعلنت الإمارات عن تشغيل أول مفاعل نووي عربي بتكلفة تصل إلى 24.4 مليار دولار. المفاعل سيكون قادراً على توليد 5380 ميجا وات من الطاقة الكهربائية، أي ما يزيد عن ضعف الطاقة الكهربائية التي يولدها السد العالي بمصر. لكن ما أهمية المفاعلات النووية؟ وهل هي آمنة؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم من برنامج لم أكن أعلم. بسبب تزايد عدد السكان على الكرة الأرضية والتقدم التقني، زاد الطلب على الطاقة الكهربائية. هنالك العديد من الطرق التي يمكن توليد الكهرباء منها، كالتوربينات التي يتم تحريكها بالهواء أو بالماء، أو بتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. لكن معظم الدول تعتمد بشكل كبير على الوقود الإحفوري بسبب وفرته وسعره الرخيص جدا مقارنة بباقي الطرق. لكن هذا كله تغير بعد فرض الدول العربية حظرا على تصدير النفط للدول الداعمة لإسرائيل في عام 1973 للميلاد. The oil producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territory. مما دفع الدول إلى البحث عن مصادر أخرى، وكان التوجه باستخدام المفاعلات النووية. لكن كيف تعمل هذه المفاعلات؟ حسناً، يوجد في مركز المفاعلات النووية قضبان تحتوي على كميات صغيرة من ذرات العناصر الثقيلة الغير مستقرة كاليورانيوم. يتم قذف هذه القضبان بعدد من النيوترونات. هذا الأمر يؤدي إلى انشطار ذرة العنصر الثقيل. عندما تنشطر الذرة تنتج طاقة هائلة وفق معادلة أينشتاين الشهيرة. هذه الطاقة تستخدم في تسخين المياه وتحويلها إلى بخار. البخار المندفع يقوم بتحريك التوربينات، والتي بدورها تحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. أهمية المفاعلات النووية أنها تحتاج كميات ضئيلة من الوقود النووي، على عكس الطرق التقليدية التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود الإحفوري. كما أن المفاعلات النووية لا تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم في تأجيج الاحتباس الحراري، حيث إن فضلات المفاعلات النووية تخزن في حفر ذات أعماق سحيقة وتغطى بمواد تمنع تسرب الإشعاعات الضارة.
على عكس الطرق التقليدية التي تستخدم الوقود والتي تضخ نفاياتها إلى الجو الذي يلوث الجو ويزيد من نسبة الإصابة بالسرطانات الرئوية. لكن عند الحديث عن الطاقة النووية يتبادر إلى أذهاننا القنابل النووية وحادثة تشيرنوبل وفوكوشيما. فهل الطاقة النووية آمنة؟ حسناً، هذه الحوادث حصلت في مفاعلات قد بنيت منذ زمن طويل، لكن بحسب الدراسات فالمفاعلات النووية الآن هي أشد أمناً حتى من الطرق التقليدية بسبب التطور التقني ومراعاة متطلبات الأمان فيها. إذن لماذا لا تستخدم جميع الدول الطاقة النووية؟ حسناً، السبب الرئيسي هو أنها مكلفة جداً مقارنة بالوقود، ومعظم الدول النامية تبحث عن توفير احتياجاتها بأقل تكلفة دون الاهتمام بالبيئة على عكس الدول المتقدمة. وبهذا تكون انتهت حلقة جديدة من برنامج لما كن أعلم. كثيرا ما سمعنا عن استخدام الألواح الشمسية في الحصول على الطاقة، ولكن القليل من يعرف كيفية عمل هذه الألواح. هذا الصرح العلمي الذي عمل على تحول كبير في مجال الطاقة يطلق عليه اسم التأثير الضوئي الجهدي، حيث اكتشفه عالم الفيزياء الفرنسي أنطوان بيكير عام 1839. وتتألف الألواح الشمسية من مركبات إلكترونية مصنوعة من السيليكون، وهي مادة شبه موصلة مصدرها الرمال. أما طريقة عملها تعتمد على اصطدام الفوتونات والتي هي أحد عناصر الضوء بالألواح. تتحرك إلكترونات السيليكون مولدة تيارا كهربائيا مستمرا، وتستقبل هذا التيار أسلاك معدنية تعمل على نقله عبر أشباه موصلات متصلة بشكل تسلسلي، ومن ثم يقوم عاكس كهربائي بتحويل هذا التيار إلى تيار متناوب، وبالتالي يصبح بالإمكان تخزين الطاقة الكهربائية المولدة في بطاريات مركبة، الأمر الذي يسمح باستهلاكها مباشرة أو بيعها إلى جهة مزودة بالطاقة. الطاقة الشمسية إحدى مصادر الطاقة النظيفة، ولا تنضب وتتولد حتى في ظروف جوية غائمة، فهي لا تعتمد على حرارة الشمس بل على أشعتها. تجدر الإشارة إلى أن 2% فقط من الطاقة الكهربائية العالمية اليوم توفرها الألواح الشمسية. Do you think nuclear energy can help achieve UN's 13 climate action. جيت ندوي على التكنولوجيا النووية كاقتراح للحد من التغيرات المناخية. كنسمعوا بزاف على الحوادث النووية في الميديا والسوشيال ميديا، ولكن ما كنسمعوش على بزاف ديال الناس اللي كيموتوا بسبب تلوث الهواء، وما كنسمعوش بزاف على ملايين الناس اللي كيموتوا كل نهار بسبب لا كومبيستيون دي كاربيرون فوسيل، كبحال الشاربون، البترول، وحتى الغاز الطبيعي بيان سور، باش نقدروا نديروا لا برودكسيون دي الكتريسيتي اللي حاجه باينه ومهمه في حياتنا. وقليل فاش كنسمعوا كلا كومبيسيون دي كاربيرون فوسيل كيؤدي للاحتباس الحراري بسبب انبعاثات لغاز في دو سير كبحال ثنائي اكسيد الكربون، الميثان، اكسيد النيترو. هذا مشكل كبير كيقتل لنا الانسانيه في صمت كبير. اذا خاصنا نبحثوا على حلول لانتاج الكهرباء بلا ما ناذيو راسنا وناذيو الطبيعه اللي كنعيشوا فيها، مثلا الطاقه الشمسيه كطاقه نظيفه، ولكن رغم ذلك بوحدها ما تقدرش تزودنا بالطاقه اللي كافيانا. وكاين حتى الطاقه الريحيه ولكن كتعتمد بشكل كبير على الرياح، وحتى هي في حال الاولى، ولكن الاهم منهم هي الطاقه النوويه اللي ولات امنه في القرن ديالنا بسبب بزاف ديال الدراسات والبحوث اللي توصلوا لها العلماء، وكتقدر تزودنا باحتياجات ديالنا بلا ما تاذي البيئه فاش كنعيشوا. خاصنا نعرف. في حلقه اليوم من برنامج لم اكن اعلم سنتحدث عن الطاقه النوويه. كل شيء بدأ بعد إلقاء القنابل النووية على هيروشيما وناكازاكي في الحرب العالمية الثانية.
بدأ العلماء في البحث عن طرق تمكننا من استغلال الطاقة الناجمة عن الانشطار النووي، لكن تبين أن الأمر صعب ومكلف للغاية. تطبيق الفيزياء النووية كان سهلاً على الأوراق، لكن كان صعباً على أرض الواقع. كل هذا تغير في بدايات عام 1973 للميلاد، عندما قامت الدول العربية بفرض حظر على تصدير النفط العربي، مما جعل أسعار النفط ترتفع بشكل هائل. هذا الأمر دفع الدول المتقدمة للبحث عن مصدر جديد لتوليد الطاقة، وهكذا ظهر مفاعل الماء الخفيف. إذن كيف يعمل هذا المفاعل؟ المبدأ بسيط للغاية، يسخن لب المفاعل نتيجة التفاعل النووي، فتسخن المياه المحيطة به وتتحول إلى بخار. هذا البخار يتحرك عبر الأنابيب ويحرك التوربين، ونتيجة لحركة هذا التوربين تتولد الكهرباء. ثم يتم تكثيف بخار الماء من جديد وإعادة استخدامها باستخدام مياه البحر أو أي مصدر آخر. إذن كيف يسخن لب المفاعل؟ حسناً، يحدث ذلك على الشكل التالي: يتم إحضار ذرة يورانيوم 235 ويتم قذفها بنيوترون بطيء جداً. ذرة اليورانيوم تلتقط النيوترون لكنها لا تستقر، وسرعان ما تنقسم إلى ذرة كريبتون وذرة باريوم بالإضافة إلى 3 نيوترونات، ومطلقة طاقة هائلة على شكل إشعاعات جاما. هذا التفاعل يسمى التفاعل التسلسلي، لأن النيوترونات التي تخرج من ذرة اليورانيوم المشطورة تستخدم في شطر الذرات المجاورة لها. الأمر شبيه لما يحدث بالقنبلة النووية، لكن يا ترى لماذا لا ينفجر المفاعل النووي؟ حسناً، يجب أن نعلم أن هنالك نوعان من اليورانيوم، يورانيوم 235 ويورانيوم 238. عندما يصطدم النيوترون باليورانيوم 235 تتولد طاقة وينشطر، لكن عندما يصطدم النيوترون باليورانيوم 238 لا شيء يحدث. لذلك فاليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية تكون نسبة اليورانيوم 235 فيه تساوي 3% فقط. فبدلا من تحفيز اليورانيوم كله فجأة كما يحدث في القنبلة النووية، يتم تحفيز كميات أصغر، وبالتالي الطاقة الناتجة تكون أقل. أيضا لمنع لب المفاعل من الانصهار يتم استخدام قضبان من مادة البورون. هذه المادة تلتقط النيوترونات الفائضة وبالتالي توقف التفاعل. في حال فشل هذه القضبان في التقاط النيوترونات سينصهر لب المفاعل وتحل الكارثة، وهذا ما حصل في مفاعل تشيرنوبل. إذن هل أنت مع بناء مفاعل نووي أم ضد هذه الفكرة؟ أخبرنا في قسم التعليقات بالأسفل.